مشروع يتجاوز عمره 50 عاماً، أضع أساساته الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الهزيمة في العام 67 منعته من إتمامه. حاول السادات من بعده ولم ينجح. ثم أراد مبارك أن تنضم مصر إلى النادي النووي، لكن انفجار مفاعل تشيرنوبيل أعاد الحسابات من جديد. ولكن في عهد السيسي يدخل المشروع حيز التنفيذ، فلماذا تصر مصر على بناء محطة الضبعة النووية؟ وما هي الفائدة التي يمكن تحقيقها منه؟ في 11 من ديسمبر عام 2017 وقع كل من الجانب المصري والروسي اتفاقاً لبدء تنفيذ مشروع الضبعة النووية في مصر، وذلك بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين. وبعد التوقيع عكفت الشركات المصرية على تجهيز الموقع للبدء في البناء الفعلي للمحطة. وفي 20 من يوليو قامت مصر باتخاذ أولى خطواتها التنفيذية نحو تحقيق حلمها النووي، وذلك بعد أن وضعت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية. وفي 20 من نوفمبر أعلنت مصر أنها وضعت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، وبذلك فإن مصر على أعتاب امتلاك أولى محطاتها النووية. وفي 22 من مارس عام 2023 أعلنت شركة روساتوم النووية الروسية، وهي الشركة التي تتولى تنفيذ محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الشركات المصرية، أعلنت وصول أول معدة كبيرة الحجم إلى موقع بناء المحطة، وهي مصيدة قلب المفاعل النووي التي سوف يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل الأول. مصيدة قلب المفاعل هي إحدى المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور. تتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بواقع 4800 ميجاوات كقدرة إنتاجية للمحطة بالكامل. وتعد محطة الضبعة النووية من أحدث محطات الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث إنها من محطات الجيل الثالث المتطور والتي لديها القدرة على تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن بسرعة 150 متراً في الثانية، بالإضافة إلى قدرة تحمل تسونامي حتى ارتفاع 14 متراً، بجانب الأعاصير القوية والزلازل. وتفقد التكلفة الإجمالية لمحطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، حيث ستمول روسيا 85% من المحطة في هيئة قرض حكومي، فيما تتكفل مصر بتمويل 15% الباقية. وينص الاتفاق على أن يمد القرض 13 عاماً، ويسدد القرض على 43 دفعة، قيمة الدفعة الواحدة حوالي 950 مليون دولار، بحيث يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 من أكتوبر عام 2029. ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول في المحطة عام 2028، والثاني في العام 2029، والثالث في العام 2030، والرابع في العام 2031. وتحقق مصر العديد من الفوائد من إنشاء محطة الضبعة النووية. أولاً، توفر أكثر من 10,000 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، و4,000 عند التشغيل، وستنقل التكنولوجيا النووية للمصانع المصرية والشركات المساهمة في التنفيذ. كما ستوفر محطة الضبعة النووية العملة الصعبة نتيجة التقليل من حرق الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أنها سوف تضيف 4,800 ميجاوات من الكهرباء إلى قدرات مصر الكهربائية.